غادرت مطار الدار البيضاء مساء يوم أمس الأربعاء بعثة الدفاع الحسني الجديد متوجهة إلى تركيا، حيث سيقيم الفريق الدكالي معسكره المغلق الثاني بمدينة أفيون. هذا وحلت بعثة الدفاع الحسني الجديد في حدود الساعة 9 ليلا بالمطار الدولي لإسطنبول، ليستقل الفريق حافلة خاصة في رحلة دامت زهاء 6 ساعات نحو مدينة أفيون. وحلت البعثة الدكالية في الساعات الأولى من صبيحة اليوم بأحد الفنادق بمدينة أفيون التركية. وبعد أخذ قسط من الراحة وتناول وجبة الغداء، بادر الطاقم الطبي للفريق بإجراء حصة تفقدية للكشف على صحة اللاعبين كإجراء روتيني بعد هذه الرحلة نحو الديار التركي. وأجرى الفريق أول حصة تدريبية مساء يومه الخميس بمدينة أفيون، واكتفى اللاعبون بتدريبات خفيفة لإزالة العياء. متابعي قناة الدفاع الحسن الجديد تي في، هذا أول بسم الله الرحمن الرحيم أول حصة تدريبية على الأراضي التركية مدينة أفيون خصصا لإزالة العياء. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم متتبعي قناة دي اس جي، بالنسبة للحالة ديال اللاعب شيشان كان تصاب بواحد الإصابة على مستوى الركبة، وعملنا ليه بعض الفحوصات اللي تكلات يعني بنجاح، وكان الامور الحمد لله ماشي شي اصابه اللي بالغه، والان الطبيب ديال الفريق عطانا واحد البروتوكول حنا متبعينه في لا ريديكاسيون، والحمد لله الامور غاده مزيان، كنتمنوا ليه الشفاء العاجل. Mais je pense que le problème c'est là. L'éditeur. Ah oui, elle est contractée. Ah, peut-être. Ouais. En tout cas, ça me fait pas mal quand. Oui, ça fait pas mal, mais elle est contractée. D'accord. تدريبية هنا في أفيون
لان كانت حصه لازاله العياء او كذلك اللي نتاقلموا مع الاجواء. كنا عارفوا درنا واحد السفر شويه متعب، والحمد لله اللاعبين عندهم واحد المعنويات عاليه، عندهم واحد الرغبه باش ان شاء الله نكملوا هذا الستاج، المرحله الثانيه من الستاج ديال افيون او ديال تركيا في احسن المراحل. والحمد لله جميع لي كونديسيون ديال الاستعداد وديال التمارين كتعطيك واحد الرغبه واحد الطموح باش يمكن لك تدرب، لان جميع الامكانيات كاينه هنا. مباشرة بعد نهاية الحصة التدريبية حل لاعب الفريق بالفندق وأجروا حمامين، واحد ساخن والآخر بارد لإزالة العياء قبل تناول وجبة العشاء والخروج إلى الراحة، استعدادا لليوم الموالي من هذا التربص الإعدادي الذي سيجري من خلاله الفريق 5 مباريات ودية.